معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من مدينة ستوكهولم السيد لبيد الصميداعي عضو التحالف الوطني المعارض. مرحبا بك سيد لبيد. إذا بعد الأنباء التي تحدثت عن شرط السعودية سحب ميليشيا الحشد من المناطق المساعدة المستعادة شرطا لدعم العراق، هل تعتقد أن الحكومة في بغداد قادرة على تنفيذ ذلك الشرط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بالحقيقة أنا سمعت هذا الخبر، لكن بعد التدقيق لم أجد أن هناك مصدر رسميا سعوديا ذكر ذلك، وإنما هناك تقارير ومصادر معينة تحدثت عن هذا الموضوع. بالنسبة للسعودية وغيرها من الدول الخليج وكثير من الدول العربية، هي من الدول الداعمة لحكومة العبادي والداعمة للنظام السياسي الأساسي القائم في العراق، بصرف النظر عن ما سيبدده او عن ما كيف سيتصرف بالاموال التي ستمنح لهذه الحكومه. انا اعتقد ان هذا الكلام يحتاج الى التدقيق، وانا استبعد ان دول الخليج ستشترط على الحكومه العراقيه ان تقدم ضمانات، على العكس من ذلك الدول الاوروبيه خصوصا دول الاتحاد الاوروبي هي التي تطالب بالحاح ان يقوم العبادي وحكومته بتقديم هذه الضمانات، وانا لا اعتقد ان هذه الحكومه قادره على ذلك، لان الحكومه كما نعرف حكومه فاسده، حالها حال الوضع العام في العراق، هناك فساد مستشري ومتفشي في كل مفاصل الدوله وخصوصا الحكومه والبرلمان، وعليه لا يوجد أي مؤهل يؤهل هذه الحكومة على تقديم ضمانات. على العموم هذا ما نشرته صحيفة الوطن السعودية. إذن 32 دولة حتى الآن رسميا وافقت على حضور مؤتمر المانحين مقرر انعقاده في الكويت، من أصل 80 دولة وجهت لها الدعوة. كيف تفسر عدم الإعلان من أكبر الدول، يعني العدد الأكثر من الدول لم تعلن موافقتها بعد على المشاركة في هذا المؤتمر؟ نعم، هذا يؤكد الكلام الذي تقدم ذكره، لأن هذا المؤتمر على فكرة ليس المؤتمر الأول، أعتقد أنه هو المؤتمر الثالث أو المؤتمر الرابع، وسبق المؤتمر المانحين هناك اجتماعات على مستويات أدنى من مستوى هذا العدد من الدول، كلها كانت تهدف إلى تقديم دعم للحكومة العراقية من أجل الإصلاح ومن أجل إعادة الإعمار، والعراقيون منذ ذلك الحين وهذه بدأت منذ نحو 10 أو 11 سنة، والعراقيون منذ ذلك الحين يسمعون جعجعة ولا يوجد أي طحين. لا يوجد إعمار في العراق، يوجد تخريب في العراق، البنية التحتية ما زالت مخربة منذ الاحتلال إلى يومنا هذا، والكهرباء كما نعلم أصبحت أزمة مزمنة في العراق، بالإضافة إلى أزمات أخرى كالمحروقات وأزمات المياه والخدمات الصحية والخدمات المجاري إلى آخره. نعم، وفي هذا السياق النائب جوزيف صليوة صرح أن البعد الطائفي لبعض الكتل حال دون إعمار المناطق المدمرة، ما الشواهد التي تؤكد هذا التصريح؟ بالحقيقة منذ وقت مبكر قبل نحو أسبوع أو 10 أيام بدأت المزاودات الطائفية والمذهبية والعرقية تتعالى، بدأت بمطالبات على مستوى الممثلين للطوائف، هناك منادات بأن تذهب 17% من الأموال الممنوحة للعراق تذهب إلى الإقليم أسوة بحصة الإقليم في ميزانية الدولة، وهناك ممثلون عن المحافظات ممثلو الطائفة الشيعية يطالبون بنحو 55% من المبلغ الممنوح، والمحافظات السنية العربية تطالب نحو 25، يعني هذا بما يتناسب مع حصص كل طائفة في البرلمان يعني كما نعلم. نعم، شكرا جزيلا لك. من ستوكهولم لبيد الصميداعي عضو التحالف الوطني المعارض.